بالنسبة لتكوين الكلية، فبنلاحظ ان كل كلية بتتكون من قشرة خارجية اسمها Outer Cortex ونخاع داخلي اسمه Inner Medulla. قشرة الكلية او Renal Cortex بتتشكل كالتالي: التلت الخارجي عبارة عن نسيج كلوي بيحتوي على امتدادات ما بين Renal Pyramids of the Medulla، ودي اجزاء على شكل اهرامات موجودة داخل نخاع الكلية. القشرة أو الكورتكس بتحتوي على الوحدة الوظيفية للكلية واللي اسمها نيفرون، واللي بيتكون من جزئين وهما جلوميرولس وكونفيوليتد توبيولز، وبيكون مسؤول عن فلترة اليورين. الرينال ميدلا اللي هو النخاع الكلوي بيتكون من أقسام على شكل أهرامات اسمها رينال بيراميدز. الرينال بيراميدز بتكون مخططة من الداخل لأنها بتحتوي على لوبس أو حلقات اسمها لوبس أوف هينل، وبتحتوي على توبيولز أو أنابيب صغيرة اسمها كولكتينج توبيولز. قمة الهرم الخاص بالرينال بيراميدز اسمه رينال بابيلا. بينشأ من الرينال بابيلا كؤوس أو أجزاء على شكل كؤوس صغيرة اسمها ماينور كاليسيز أو الكؤوس السنوية. كل كلية بتحتوي على ما بين 7 إلى 14 ماينور كاليسز بتنشأ من الرينال بابيلا. الكؤوس الصغيرة أو السنوية بتتحد مع بعضها وتكون كؤوس أكبر أو كؤوس رئيسية اسمها ميجور كاليسز، وعددهم من 2 أو 3 ميجور كاليسز. بتتحد الميجور كاليسز مع بعضها في النهاية وبيشكلوا حوض الكلية واللي اسمه رينال بيلفز، واللي بيتصل بعد كده مع الحالب. حوض الكلية أو رينال بيلفز بيكون محاط بتجويف ممتلئ بالدهون اسمه رينال ساينس.